إذا هذه اسمها VI characteristic مش transfer function ولا transfer يعني هذه عبارة عن علاقة بين two variables. هذا مش زمن. إحنا في دائما عندنا tendency نطلع نفكر هذا الزمن. هذا إيش رح ليش رح يكون عندي هلا هون؟ هذا عندي V. إذا بدنا نحطه بشكل صغير رح أقول AK أو capital A من المشكلة V AK وهذا عندي هون I اللي هو تبع الدايود ID. هلا لو كان هذا ideal diode شو راح يكون الترانسفير كاركترستيك تتوقع؟ لو كان ايديال مثالي والخط هيك مستقيم وخط هون مستقيم لو كان ايديال يعني بمجرد ما الفولتج صار بوزيتيف صار عندي كوندكشن ومجرد ما الفولتج صار نيجاتيف بغض النظر عن القيمه تبعته هذا هيك وهذه جوز تو انفينيتي وهاي جوز تو انفينيتي طبعا هذا مش صحيح بس هذه الايديال كاركترستيك شو يعني معناها نطلع على الخط الاحمر هذا يعني لو الفولتج وصل هون كان ناقص 20 فولت قديش الكرنت ولو وصل ناقص 50 فولت طب لو وصل ناقص 1000 فولت نظريا احنا بنقول زيرو عمليا طبعا انا ما بقدر ما فيش عندي الكومبوننتس هاي بدي اغير الكومبوننت اذا انا بدي اعمل بلوكينج لانه انا بدي اياه يعمل بلوكينج في هذا الاتجاه يعني عمالنا بنقول انه لما الفولتج يكون نيجاتيف هون وبوزيتيف هون بدي اياه يعمل لي بلوكينج ما فيش كرنت زيرو ولما يكون الفولتج بس يصير بمجرد ما انه يصير بوزيتيف بدي اياه يعمل كوندكشن هذا الايديال كاركترستكس الايديال بي ان جنكشن بس هذا مش صحيح فعليا بصير عندي هذه الجنكشن عباره عن بقدر اعملها موديلينج كتو كومبوننتس كانها فيها ريزيستر ان سيريز مع فولتج سورس هون راح يتكون عندي زي بارير انرجي بارير حتى اتجاوز هذا الانرجي بارير بدي فولتج معين اللي هو تقريبا قديش اذا بتتذكروا 0.7 للسيليكون 0.5 اظن للجرمانيوم ففي عندي فولتج بارير راح اسميه بارير يعني كانه هون في جبل صغير الالكترونات حتى او الهولز حتى اخليهم يمروا عن هذا الجبل بدي اعطيهم شويه انرجي حتى يتجاوزوه لانه هون راح يصير في زي بارير 0.7 فولت او 0.5 اظن او 0.4 للجرمانيوم اذا راح يصير عندنا هون راح احتاج تقريبا حوالين تقريبا 0.7 قبل ما يبدا يصير عندي كوندكشن بعدين اللي راح يصير عندي هون كمان في مشكله لما بحط النيجاتيف انا لسه عندي اوميك كونتاكت في عندي ماينورتي كاريرز راح يصير في ليكج هاي مشكله كمان من مشاكل الدايت الحقيقي فايش راح يبدا يصير معي هون؟ في ليكج كارنت ليكش كانت هذا فيه زيادة كمان مع الفولتج بس المشكلة الأساسية راح تصير عندنا إيش صار هون؟ بريك داون ما في فولتج بقدر يتحمل 100 و100 اصلا انا احد مشاكلي الاساسيه لما بدي ادفع مبلغ واكبر هذا لما اجي اقول لك بدي دايود يتحمل 500 فولت بده يعمل ريكتيفيكيشن ل 500 فولت او 60 فولت 600 فولت ما بقدر اروح اجيب السمول سيجنال دايود اللي موجود اللي بنستعمله بالسيجنال سيركتس صار بدنا دايود خاص يقدر يتحمل هذا البريك داون فولتج حتى يتحمل هذا الدايود وبصيرش انا اصلا اصممه قريب من البريك داون مزبوط انت كمهندس او مهندسه ايش لازم دائما تفكر بدك مارجن بدك سيفتي مارجن فانا بقول ماشي مزبوط انا هذا شريته هو 600 فولت بس انا او الدائره تبعتي مثلا الفولتج فيها اللي بدي اعمله ريكتيفيكيشن 400 فولت الماكسيمم انا راح اجيب دايود مثلا 1000 فولت او 600 فولت مثلا بحيث يكون عندي نوع من المارجن لانه الا يكون في اشياء انا مش منتبه لها يا اما بالفولتج اللي انا افترضته او مانيفاكتشرنج tolerances يعني هذا الكومبوننت ممكن يكون فيه مشاكل مانيفاكتشر طيب نطلع مره ثانيه اذا شو صار عندي هون اذا هون ايش في عندي راح احط هلا الان خط هذا اسمه اي ليكج في عندي ليكج كارنت ليكج كارنت له قيمه وبيعتمد شوي على الحراره في اعتماد على الحراره طب كيف بعرف اعتماده على الحراره وين بدي اروح وين بدي افتش في الداتا شيت بنشوف قديش قيمته اعتماده على الحراره فممكن حتى كمان مع زياده الحراره يزيد وهون عمال في زياده فيه وبعدين في عندي هون في اظن بسموه بريك داون خلينا نتاكد لما نروح على البريك داون هذا الفولتج البريك داون فولتج اللي عنده خلص هذا راح ينهار الدايود من هون راح يصير في راح يصير يبطل يقدر هون يعمل بلوكينج وراح يبدا يمر كرنت وكرنت طبعا بعكس الاتجاه لاني انا حاطط فولتج نيجاتيف
حطيت نيجاتيف فولتج راح يبدا يصير عندي كرنت بعكس الاتجاه من هون. هلا بالفورورد لازم يكون في عندي قيمه معينه، ولذلك انا كاني عمالي بقول بالفورورد دايركشن الموديل لهذا هو ايش؟ هذا هون دي سي سورس او فولتج سورس مع سيريز ريزيستنس. انا هون لسه ما عملتش موديلنج للريفرس بيهيفير، انا بس عامل موديلنج للفورورد بيهيفير. شو الفورورد بيهيفير بقول؟ هذا قديش رح تكون قيمته؟ هذا هو البوينت 7. لانه انت بدك تتعدى البوينت 7 او البوينت 5 وتبدا تمرر، بس حتى لما يبدا يمر معك هذا ما طلع خط مستقيم من هون، ايش صار فيه؟ كانه في ريزيستنس. اوكي؟ فعندي هون انا في ريزيستنس، الريزيستنس هاي اللي موجوده هون، تفضل. قلت انا السورس بالعكس. لا لا بالعكس السورس انا راسمه. مضبوط كلامك صحيح، احسنت. صحيح، لأنه بدي أتغلب عليه، مضبوط، بدي أتغلب عليه أحط فولتج معاكس له حتى أتغلب عليه، صحيح. إذا بدي أتغلب على الفولتج اللي موجود هون حتى يبدأ يصير في عندي كوندكتنج، بعدين راح يصير في عندي فولتج دروب نتيجة الريزستنس اللي موجود من هون. هذا الموديل هو أحد، يعني هو طبعاً موديل مبسط جداً، هو أعقد بكثير، العملية هون أعقد بكثير، وإحنا هون ما عملنا لسه كمان موديلينج للريفرس، الريفرس ممكن حد يفكر نشوف كيف بدنا نعمل موديلينج للريفرس، ممكن يكون في عندي مقاومة كمان مع فولتج سورس، بس لا بده يكون في فولتج سورس بعدين بنزل. فكروا فيها، شوفوا ايش ممكن تعمل، نعمل موديل لو بدنا نعمل موديل زي هذا. هذا صار عندي. هلا اللي بيهمني اطلع من الداتا شيت، بيهمني اطلع الاي دي كيس، بيهمني اطلع البريك داون فولتج، بيهمني اطلع الفي فورورد هو الفورورد فولتج. هدول راح نطلع عليهم المره الجايه، راح ناخذ داتا شيت، نفتح داتا شيت ونطلع نشوف ايش الاشياء اللي ممكن نطلعها من الداتا شيت للكاركترستكس تبعت هذا الدايجرام.